بعد أن ظهر في مقطع فيديو مصور وهو يمجد بالنظام السابق ويمتدح فيه الرئيس صدام حسين، انتشر المقطع كالنار في الهشيم عبر منصات السوشيال ميديا وأحدث جدلا واسعا بين العراقيين. إذا ما دواعي ما حدث؟ الحكاية بدأت من المشخاب، ففي إحدى التجمعات السلمية لأهالي المشخاب طالبوا فيها بالخدمات والمياه. برز من بينهم مهوال ألقى شعرا شعبيا للرئيس السابق صدام حسين مع الهتاف المستمر أمام الحاضرين مرددا: قمنا نتحسر على النظام الراح، أبد ما يوم سد على الشعب بيبانا. وهنا بدأ الجدال والحديث طويلا حول مقطع الفيديو هذا وما دفع هذا الرجل للتفوه بهذا الكلام. تود الماي للأهوار وهاي الناس عطشانة، قمنا نتحسر على نظام الراح، أبد ما يوم سد على الشعب بيبانه. أبو عداء جاب الماي بالقوة جابت شفة مردانة، أبو عداء جاب الماي بالقوة جابت شفة مردانة، جاب الماي وما همه ونسولف عن صدام نسولف. المهوال وما صدر منه من عبارات لم تمر مرور الكرام لا على البعض من العراقيين ولا على الجهات الرسمية الحكومية. مقطع الفيديو وصل إلى أنظار القوى الأمنية وعلى الفور وتنفيذا للمادة القانونية 8 وهي حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية، قام الأمن الوطني بإلقاء القبض على 2 من المتهمين في النجف ممن ألقوا هذه القصائد والأهازيج تمهيدا لمحاكمتهم. طبعا ما حدث قسم رأي الشارع العراقي بين مؤيد لاعتقال المهوال ومن كان معه وهو أحد رجال العشائر، معتبرين تمجيده لمن ظلم العراق غير جائز، وبين آخر رفض اعتقاله هذا وأعطوا له الحق بكل ما جاء على لسانه في ظل شح المياه وتضرر الفلاحين وبساتينهم، مؤكدين أن العراق بلد ديمقراطي. وأولى تلك التعليقات ستكون مع أميرة قاسم. قالت أميرة قاسم في تعليقها: مو ديمقراطية وحرية تعبير؟ فمن حقه أن يعبر عن رأيه، ليش يعتقلوه؟ ثانيا الرجال ما قال شيء، ما قال شيء غلط، ماي كان تارس دجلة والفرات وهسه صاير صحراء. كلمة حق شنو اللي قدمتها الأحزاب سوى الخراب والقتل والخطف والابتزاز والمخدرات؟ لا تعليم لا صحة لا زراعة لا صناعة، والبلد إلى الهاوية. هشام الدراجي يقول: مع الأسف خليت الناس تمجد بنظام طاغي كافر، نظام دموي، وهذا بسبب السياسيين اللي رجعوا البلد 1000 سنة. تعليق من إلينا تقول: هذا هو الواقع، قبل كان العراق له هيبة وقوة واحترام من كل الدول بغض النظر عن سلبياته، إلا أنه ما حد يقدر ينكر أنه كان يأخذ حقه وحق شعبه، مو مثل هسه كل واحد ملتهي بنفسه وشلون يقدر يكبر رصيده وعقاراته، لا بنى تحتية لا كهرباء لا مدارس ولا أي شيء براسه خير. مها البرزنجي قالت في تعليقها: عاشت إيديكم، اعتقلوا كل من يمجد بصدام ونظامه، هذا وين كان بأيام المقابر الجماعية؟ 1.5 مليون دفنهم صدام وهم عدلين، حتى الأطفال لقوا الدعاب بجيوبهم. تعليق آخر من مهند العطواني يقول: مهند، تمجيد بنظام صدام فعل غير صحيح، ولكن أنتم من أوصل هاي العالم ترحم على الطاغية. اليوم الشعب تعب وجوع وعطش وبطالة، شو تريد منه؟ ينزل يوزع ورد بالشارع؟ عمي والله تعبت الوادين. وهذه أيضا تغريدة من آدم، يقول آدم في تعليقه قال: كلمة حق ما لها داعي يعتقلونه، هو منه
يحب صدام، والله العظيم ما حد يحبه، بس انتو سويتوا الأسوأ من اللي سواه هدام. صارت الناس تترحم له، كنا نتأمل منكم خير، تالي طيحتوا الشعب كله.